ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول عمر هذا الجراد ما شاء الله. اذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه. لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراد. لا اله الا الله كذا طال عمرك. اسلم اسلم شفت ورجليها هذي رجليها هذي نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله. لا بسم الله رهيب ما شاء الله ده حي. شوف كيف من البنزين على 50 يلا 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 البنزين شوف وشوله ها شوف في الجراد من البنزين على 50 يلا شيله ها في الجراد ايه لا 50 انا بعم 70 واعطيه الحين 50 والله انا بعم 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس